السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم معايا في جديد قناتي مطبخ عالم ام مسك كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه بعيدا عن النظام الغذائي الكيتو اليوم ان شاء الله غندير معكم بسبوسه العيد ان شاء الله صباح العيد باذن الله او للعشيه او المهم ما بغيتو ديروها كتجي رائعه بالشوكولاط كتجي لذيذه بزاف وكيحماق عليها الكبير والصغير توكلوا على بركه الله غنعطيكم اول حاجه المقادير ديال دي السيرو اللي غنسقيو بها البسبوسه هنا عندي كاسونس ديال السكر كاس العنبه كاسونس غنزيد عليه واحد الكاس تقريبا هذا بحال قياس العنبه ديال الماء باش نحضره وغنزيد عليه واحد معلقه كبيره ديال معلقه كبيره ديال القهوة سريعه الذوبان وغنحركهم وغنردهم على عافيه مهيله تقريبا واحد ربع ساعه بحال هاد الشكل واحد ربع ساعه ونطلقو ان شاء الله خواتي دابا ندوزو المقادير ديال البسبوسه ديالنا عندنا ثلاثه البيضات نص كاس, كاس ديال الزيت كاس لاف ديال السكر اللي بغاك تفيديرو كاس د الحليب كاس ديال السميده عامر كلشي بقياس العنبه ثلث الكاس ديال الطحين هانتوما كما كتشوفوا كاس ديال ياغورت كريمي بمذاق ديال الفاني عندنا جوج معالق كبار ديال الكوك عندنا شويه القرقاع عندنا جوج معالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان وعندنا الفاني وعندي تما واحد مية غرام ديال الشوكولا مذوبه من النوع الممتاز ديال 50 في المية الكاكاو باش كتجي البسبوسه ديالنا لذيذه وعندنا اكيد جوج خمارات في فئه 8 غرام على بركه الله بسم الله كلشي كيعرف ان البسبوسه ما كتبغيش تخلط بزاف غنديو دوك هاد البيضات غنزيدو عليهم لافاني نزيدو عليهم السكر نزيدو عليهم الزيت باذن الله ونخلطوهم واحد القبصه ديال الملح اكيد باش نزولو البسوله غنديو هنا الفاني كما قلت لكم بسبوسه ما كتبغيش أه وزنا عليهم داك قهوه سريعة الدوبان وفي هذه الاثناء الفران ديالي راه مسخن راه كيسخن اللي بغى يديرو بارد راه ماشي مشكله حتى تاخذ لغه واحد ما بين 30 حتى 35 دقيقه على عكس الفران الا كان سخون راه تاخذ ما بين 25 حتى 30 دقيقه كنخلطها شويه حتى دوبنا ديك القهوه سريعة الدوبان دابا مورا غنزيد عليها الحليب وهاد البسبوسه يمكن لكم ديروها في مول دائري او مستطيل دابا مشيت نطلع على السيرو اللي كان صايب نقصت عليه العافيه دابا غنحل داك الحك ديال بمذاق الفاني صدقوني هاد البسبوسه كتجي فازقه كتجي لذيذه انا ديجا مجرباها ولكن دابا ما غناكلهاش دابا غنزيد داك اربع كاس ديال الطحين وبالنسبه اللي جا جاع غنخليه هو الاخر غنوريكم الطريقه اللي غادي نضيفو به باش يبقى ليا في الفوق ديال الكيك ما لتحت دابا زدت داك الكوك السميده وانتوما كما غتلاحظوا راه غتبقى جاريه لان هي محدها غرب غرب ما حدها كتبقى والسميده كتشرب لنا السوائل انتوما كتشوفوها كيفاش جات دابا غناخذ غربال وغنغربل الخميره وداك الشوكولا غنخليه كاخر مرحله عاد غنضيفو واللي ما بغاش يدير داك الشوكولا بغا يدير الكاكاو غير الكاكاو المر باش كيجي كيعطي واحد المذاق زوين البسبوسة على عكس داك الكاكاو الحلو رغم اني كنفضل هذا الكاكاو اللي فيه نسبه كاكاو طالعه حتى الحاجه كتجي لذيذه وكتجي زوينه بزاف دابا في اخر مرحله عاد غندير داك الشوكولا اللي ذوبته ما تلوش داتلو واحد معلقة الحليب للإشارة مداتلو لا زبدة لا زيت لا والو داتلو غير معلقة الحليب باش دوبتو فيها ودابا إن شاء الله غنحرك الخليط وغنجيب المول أنا ديجا المول دهنتو آه بالزبدة وشيت عليه الكاكاو هانتوما كيما كتشاهدو تا اللون ديالها كيتغير صدقوني غير جربوها راه كتجي بسبوسه خطيره بمذاق لذيذ بزاف وغيحمقوا عليها وليداتكم ها كما كتشوفوا المول راه كيبان الكحل وتاني غنقطع البسبوسه في الاخر يجيكم غيجيكم ماشي الحراق هذاك راه غير الكاكاو حسن ما وطحين الطحين باش ما تجيناش البسبوسه ديالنا بيضه من تحت يعني هذه الواحد يصايبها في الصباح الا كانوا جايين عنده الضياف ولا بالنسبه للمناسبه ديال العيد الاضحى علاش لا نصايبوها في العشيه بنادم ياكلها اولا في الفطور كما قلت لكم دابا ان شاء الله غناخذ واحد آه واحد زليفه وغندير فيها شويه ديال الكاكاو مور واحد المعلقه ديال الكاكاو مور هانتوما كما كتشاهدوا وغنكب فيه داك القفقاع ديالنا داك 60 غرام ديال باش ما ينزلش لتحت باش يبقى لي على سطح البسبوسه وغندخلها الطيب على درجه حراره متوسطه وما تخافوش البسبوسه ما كت الا طلعت ما كتهبطش ماشي بحال الكيك ونتلاقاو ان شاء الله باش نديو لها السيرو وعاد باش نشوفوا الكاناج اللي غنديو لها من الفوق ان شاء الله هانتوما كتشوفوا انا كنحاول نوزع داك القرقاع باش تجي كلها انا صدقوني ملي غتاكلوها كلها طاف غتاكلو معاه القرقاع كيجي المذاق لذيذ بحال شكل براونيز ديال هادي براونيز بالبسبوسه اخواتي من بعد ما طابنا البسبوسه ديالنا وخرجنا من الفران كيجي الشكل ديالها بحال هكا كنتقبوها بواحد الكيغدون كنتقبوها مزيان باش منين نديرو السيو ديالنا تشرب لنا وراها سخونه والسيو راه برد كنخلطو وكنكبو عليها بحال هكا وصدقوني راه المزيج ما بين القهوه والشوكولا والقرقاع كيتواتى بزاف وكيجي المذاق لذيذ هائل كنحاول نوزع السيو على جميع الجوانب باش كل بلاصه البسبوسه تاخذ الحق ديالها من السيو وغنخليها على جانب بدا من نوجدو الكاناج مع بديتنا ونتلاقاو ان شاء الله دابا ندوزو الكاناش ديال البسبوسه ديالنا كاس الحليب العنبه جوج معالق ديال حسب الذوق معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان وعندي واحد 200 غرام ديال الشوكولا السوداء اللي فيها نسبه الكاكاو كما قلت لكم من الاحسن فوق 55% وواحد 160 غرام ديال القرقاع مفرفش دابا غنضو فوق البوطه ونتلاقاو ان شاء الله ها من بعد ما ما داب ما دابتنا الشوكولا مع الحليب غنزيدو عليها داك الكركاع وغنخويوها فوق البسبوسه ديالنا بسرعه وغندخلوها ان شاء الله للثلاجه او للكونجيلاتور الا كنتو زربانين واحد نص ساعه ساعه المكانه ونتلاقاو في التقديم النهائي ان شاء الله اخواتي كان هذا وشك النهائي البسبوسه ديالنا اليوم كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم نقدو نسميوها بسبوسه براونيس صدقوني كتجي غزاله هشيشه فتيه رطبه لذيذه جميع المصطلحات كما بغيتو تسميوها سميوها ولا درتوها راه غتحمر لكم وجهكم سواء قدام وليداتكم سو قدام العائله ديالكم غير جربوها ما غاديش تندموا عليها فعلا وصفه تستحق التجربه انا غناخذ واحد الفرشيطه وغنقسمها لكم من الداخل باش تشوفوها كيفاش كتجي انا بلاتي يحمقوا عليها ان ما كاينش شي حد ما على الشوكولا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم شكرا لوفائكم واللي عجبته الوصفه اليوم ما من لايك ومن التعليق واللي كيزور قناتي اول مره فضلا وليس امرا ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد انا غنوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل ها انتم كتشوفوا فازقه 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 شكرا لكم والى وصفه مقبله ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم ام مسك